فتح عيونك. عيني مفتوحة. ما ادري ايش وضعه. معاناة. معك ايش عواد السنان حطها كذا. الله يستر عليك. ايش قومك ابو محمد؟ وايش قومك؟ هي كورونا. ما كان مع كورونا. ايش بعد؟ والله ابغالي سدحت انت يا عتله. توا تنسدح؟ ابو محمد قدني افرن يا من الساعة كم؟ من الساعة 7000. من الساعة 7000؟ اي والله من الساعة كم؟ لا من الساعة بس ما شاء الله اليوم انجزنا اشغال واجدة الحمد لله. ثلاثة الحمد لله. اي والله يا ابو محمد. ابو محمد طبعا انسان متحرك. الله يخلي مكان. منين ما تقول له مشينا 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 ورجال شاغول. حي والله ذا العين يا ابو محمد. احييك احيي عيونك. لا تتكلم على العيون، اخر واحد تكلم على العيون. وش؟ ولا شيء ولا شيء طال عمرك ولا شيء. ولا شيء ولا صلاة خلاص. بالله العافية يا رجال. لا لا المستشفى انا انتظر ابو نواف الله يعطيه الصحة والعافية. انا هو ايش كومكم محمد؟ ابو المستشفى. ليه يا ولد؟ تعبان. سلامات عسى ما شاء الله. الله يسلمك. عندي والله بعض المشاكل. ايش في الجيوب الانفية؟ وين الجيوب الانفية ويني؟ من هنا. ترجع في القلب. قدك منجلط. منجلط. الله يستر عليك. يا جرح قلبي كل ما دبره وجرحاه. جرحاه. يا كوي كوي كوية اللي ما تكوى. تكوى. خلوية. لا لا يا مط قلبي. يا مط قلبي مط كمان ممطوط. ممطوط. أيوة. قلنا والنوم. شيل والله بالنوم يا أبو محمد بعد شوي. أركب أركب يا أبو محمد أركب أركب. طب خليني اسمعك لك عمل اسمعك الجديد طبعا ابو محمد العمل. طبعا ابو محمد لازم طبعا ابو محمد لازم اسمعه كل جديد. اي جديد اسويه ارسله الهادي يقول نزله وانا على طول انزل العمل صراحه صراحه. يعني ابو كل محمد اعمالك ممتازه الله يطول زين اعمالنا اعمال بعمل. الله يزين اعمالنا. لا اسمع طبعا ابو محمد الله يسر عليه. لا صدق فعلا فعلا انا اسمع اعمالي بشكل مستمر وهو اللي يعني الشخص اللي يعجبني ذوقه للامانه. ما امشي الا اذا قال الشيء هذا زين خلاص اقتنع وانبسط. بعض الناس كذا سبحان الله. بعض الناس لو يقول اهلي ما صدق. انت كلك زين الله يطول عمرك ان شاء الله طول عمرك. طبعا ابو محمد اذكر فتره من الفترات كنت انا وياه مع بعض لمده يمكن ابو محمد طبعا صديق الطفوله و تخرجنا من الثانوي وجلسنا مع الثاني يمكن سنتين. الرجال تغير عليه الجو شوي. انا رحت ادور للوظائف وهو قاعد في نجران. فابو محمد كتب قصيده ابغاكم تسمعونها. ابو محمد ابغى قصيدتك بعد السنابل. ابشر بالقصيده والليل المشمعه جعلك والله تبشر. بس مش كاني ناسي هذا العيد. لا 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 بذكرك بذكرك ان شاء الله. يلا سلام ابو محمد اسلم. القصيده هذه طبعا قبل كم سنه تقريبا 12 قبل 12 اسلم يا ابو محمد. يقول طال عمرك يا شق قلبي كل ما اشتقت لك شق شق الرماح مفلجات الصدورة. انا اشهد انقدني على شوفتك شفك واعجل ترى عايش بوسط القبورة. كان ما ترجع انا طالبك حق عند الشيوخ مخلصات الامور. الامور صح الله لسانك ابو محمد. شاعر شاعر من يومك. تراني غليت فقيه من تالي. عسى الله يدلك ابو محمد يصح لسانك لا دمتك. طبعا القصيدة هذه قبل فترة قديمة وابو محمد كان يعبر عما داخله الصديقة اللي افتقده في يوم من الايام كذا فجأة. الله يطول عمرك يا ابو محمد ولا يهينك.
واخ عزيز غالي وابن عم ورفيق المشكل. ما عليك زودي كريم انكبو. ما عليك زودي ابو محمد دام السناب وخلبه. الله يطول عمرك. هذه الهرة تعبانه شوي راح تاخذ لها علاج. الله الصيدليه الله يشفيها. وينها يا اخي؟ شو الظاهر عندها مساك. لا لا منها ما زكها كذا. ليه انت عيب العافيه؟ ليه يا ولدي؟ ايش مسوي؟ اخر الليل رايح تنتدعر. جات الفصلة على ذا الهلال ذا الحين. خشت درت الحين صوت. ابو محمد بتعطينا سالفه؟ سوالف واجده. نبغى سالفه نبغى المتابعين. لما طلبتهم سالفه قام يتعن عن براس سوالف واجده. ايه وما عندها الا الدق. اسلم. وعاد المره تتلبخه كل يوم. سوالف واجده. مين صد؟ اسلم اسلم. سوالف يطيل عمره الله يخلي جوجل ماوب. مره كملت سوالف. ايش اسمه ذا؟ سولفوا معهم. اين الله خير. يعني ماذا سالفه؟ يعني نرقد نروح نمسي. والله الممسى طيب. الممسى طيب. تم. والتليانه تطيب. تم 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 تم. ايوه ابو محمد. السلام جعلنا نبكيك. ولا بكيك. كيف الاوضاع؟ كيف الاوضاع؟ تمام. ايش رايك في الشرقيه؟ الشرقيه والله زينه. واكثر ما يزينها وجهك يا ابن الذين. الله يطول عمرك يا ابو محمد. والله عليك. طيب ابو محمد. كم لك في الشرقية؟ لي فيها يمكن شهرين. وأنت من أول كنت تجيها صح بين فترة وفترة وما كنت ترتاح لها؟ لا والله ما كنت ارتاح لها. وذا الحين؟ ذا الحين طيبة. ما عاد تبغى تطلع منها صح؟ لا لا لا. الشرقية ميزتها يا جماعة الخير أنك إذا جيت فيها أول يومين اللي ما يعرفها طبعًا. أول يوم يومين ثلاثة كذا تزهق وتروح. أنا كنت نفس النظام ذا. استمرت معي الحالة دي سنين. يوم جيت واخذت فيها اسبوعين اسبوع ورا اسبوع لين وصلت 5 سنوات وانا في الشرقيه ما طلعت. ولد الجهاز ده ولا قطع هرجه وصل 1000 ولا بعد قلت استغفر الله. ولا واحده. ايش هالمه؟ والله انا ابليسك انا اللي يعدد الذنوب.